بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة القراشي، دوان ولاد سي موسى، البهالة، راس العين. احنا عمي من مات الوالد 2006، جا خرجنا من الدار وشردنا من 2014، احنا نداعو معاه، عندو نفوذ ما كنغلبوش عليه، تتحقق منينا ويلغيها. ودابا امي عايشة في الخلا 7 سنين ودا عايشة، احنا بغينا دابا القانون ياخذ لنا حقنا من هذا السيد، وعدو نفوذ كيجيو يضربونا ويضربو امي ويدونا ما تبقايش تم في الدوار، حيدي من هنايا. هادي 7 سنين وحنا عايشين في، وبن حمد ما عطاتناش حقنا لدرجة أن عندو نفوذ، واخا كان عندنا موجب بيناق، عندنا حكم، عندنا شهود، عندنا معلم نباني، ما خاش لينا القانون حقنا. حنا دابا بغينا القانون ما تبقاش هذيك المرا ضايعه في الزنقه، الشتا علينا والبرد علينا وداك الشي، بغينا الشي حد ياخذ لينا حقوقنا. دابا جاو ضربو امي عدا 30 يوم، وشدوهم غير اليوم، والصباح تقدموا المحكمة ديال بن حمد وخرج. عدا 30 يوم مخيطة في السبيطار الحسن الثاني، صافي، وما دارو معاهم حتى حل، وسيبوهم حيت عندو نفوذ. كنطالب بالحقوق ديالي، يدينو لينا شي حل، المحكمة دير لينا شي حل، ما تبقاش امي تضيع في الزنقة، البنت عليا والشتا عليها. هو خاد خنشي، خاد بلادنا، ما خاد حقنا، وخاد دابونا، وخاد خنشي، ونا احنا الزنقة، واخد حقه، وعندنا شهود بأنه واخد حقه. المحكمة حكمت لينا ابتدائية واستئنافية، مشات الوالدة باغا تنفذ، لغاو لنا التنفيذ، وكيصيفط الناس باش يهجموا علينا ويدور لينا حيدو من هذيك العشة، ما تبقاوش تم، وضربوا وراد تصاور يبينوا، هاد الناس النفوذ ديالو من جهتو. وحنا دابا كنطلبوا من القانون يعطينا حقنا، هادشي اللي كنطلبوا يبين لنا حقنا، وما تبقاش هذيك المرا ضايعه حيت عندها 84 عام ودا في الزنق، الام ديالي، والله ينصر سيدنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.